الاستيعاب لاول مره. اتفضل يا باشا. اقفل الباب وراك من الاخر واحده في الباب وراك. حط الموبايلين تحتها. وقت المحاضرة يا جماعة لما بيبقى حلو، وقت المحاضرة لما بيبقى حلو ما بتحسش بيه خصوصا في الشتاء يعني. ماشي. فاحنا عايزين نسخن مع بعض الدنيا ايه نظام. حد يا جماعة ذاكر المحاضرة فاتت؟ واللي ذاكر دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة. اللي ذاكر ليه؟ لأن في امتحان المرة الجاية إن شاء الله. في امتحان تجريبي المرة الجاية. تجريبي المرة الجاية لسه؟ تمام. في المحاضرة. بالمحضر. هو مش المفروض يا دكتور الاسبوع الجاي هو اخر اسبوع؟ لسه قدامنا كذا اسبوع. لا اسبوع. لا هيبقى في المحاضرة. بص يا جماعة ايه الفكرة بقى؟ الفكرة ان حضرتك هيبقى برضه في المحاضرة. هيبقى في المحاضرة. قالوا لنا الاسبوع اللي بعد السنة اللي بعد الشهر واحد اول واحد. قالوا لنا عشان كده نخلي الكويز الثاني على طول يا دكتور. مين اللي قال كده؟ مبدئيا انا دايما مش ببص ايه اللي فيه فيما بعد، ببص دايما اللي قدام كده. المره الجايه في امتحان تجريبي، ليه اتعمل ده؟ ليه؟ عشان خاطر في ناس كتيره بتذاكر الماده فمش عارفه هي هتقدر تشتغل مع الراجل ده ذو المدرسه الخاصه دي ولا لا. فاحنا هنجيب المره الجايه امتحان زي الكويز زي الفاينل ام سي كيو. كله ام سي كيو. تمام؟ وهتجيب لك في كل سؤال في مساحه فاضيه بحيث انك انت تبرر الإجابة بتاعتك. بعد ما تاخد الورقة وتحل الفترة زمنية معينة هنيجي نقول لك والله خلي الورقة معاك ونبدأ نحل كلنا وناخد المود الأنسر مع بعض. تقييم ذاتي لنفسك. بعد كده أنت هيبقى معاك بقى وأنت بتسمع الإجابة بتدي درجة لو الإجابة صح، وبتدي درجة لو التبرير بتاعك إيه؟ صح. وأنت قاعد يعني أنت بتصح لنفسك. فاهمين هنعمل إيه المرة الجاية؟ أيوه. والامتحان مثلا فيه 20 نقطة أو 25 نقطة يبقى الامتحان ده من 50. وفي الآخر خالص بعد ما تقيم وتكتب درجتك هنجمع الورق ده ونخليه معانا ايه؟ او نخليه مع حضرتك لو حابب تحتفظ بيه. اللي انت هتاخده المره الجايه هتلاقيه في منه في اخر السنه وفي منه فين؟ الكويز بتاع ايه اللي جاي. في مشكله في الامتحان التجريبي؟ بقى الامتحان اللي بعد كده ان شاء الله هيبقى غالبا هظبط معاه لو الدكتور احمد هيدخل يشرح الموقف هظبط معاه بحيث ان احنا نشوف وقت فاضي او ممكن نعمله في السكشن. او ممكن نعمله في السكشن او ممكن نعمله في فتره للجروبين في فتره واحده مثلا بين الثانيه والثالثه في البريك يعني. المهم هننسقها خلاص. ده المخطط بتاعنا. في مشكله كده؟ طيب مين ذاكر يا جماعه المحاضره اللي فاتت؟ عادي هتلاقي اكيد احنا كتير. ماشي. طب حد يفكرني اول حاجه عشان انا بنسى. انا دايما نساي كده. حد يفكرني اول مره ايه؟ دايما يا جماعه بمهد انا. بص يا هندسه دايما بمهد وتلاقيني في الاخر بجري. بمهد براحته وتلاقيني في الاخر بجري. فلو مهدنا وخلصنا تمهيد في الاخر مش حاجه وده كله مصلحه. تعالوا بقى يا جماعه مين فكرنا المره اللي فاتت ايه؟ كنا فرقنا بين الويف واللاب. والويف. طيب اللاب ده يا جماعه ايه الفرق بين الاثنين؟ سؤال حلو. وعلى فكره انا ممكن اجيب اسئله زي كده في اخر السنه يعني. وده غالبا هجيبه مع الام سي كيو لان الامتحان مش هيبقى عباره عن سؤال واحد. انا معايا سؤالين. فهجيب اسئله نمطيه مقاليه. اقول لك ايه الفرق بين اللاب والويب مثلا؟ انت اللي بتحط الامتحان مش انا. ايه الفرق بين اللاب والويب يا جماعه؟ اسمع واحد. عدد مسارات التوازي في اللاب بتساوي 2 ام. حلو قوي. مين متفق في هذه الجمله؟ طب مين معترض؟ في الويب. يبقى في الويب المسارات البري الباسز الايه؟ 2 ام بيساوي 2 ام ان جنرال دي صح؟ طب لو سمبل اكس الام بواحد يبقى عدد مسارات المتوازي بايه؟ حلو. طب هنفترض احنا زي النظام مرتب. هنفترض كده عندي عدد الستوكس بتساوي 16. ماشي. تمام. وعندي اربعة مول. المفروض لو انا شغال لاب اعمل ايه؟ في السيمبلكس.
ال A بتساوي ال B يبقى ال A بتساوي 4. اولا هتلاقي ان لو انا شغال تو لاير في المحاله دايما تو لاير ماشي عدد الكويل بكام يا شمسين؟ 16 عدد الكويل بيساوي عدد الام اس ان جنرال صح؟ في التو لاير صح كده يا شمسين؟ يبقى اذا السمبلكس الكويلز بتساوي الام بواحد والسلوتس بكام؟ 16 يبقى عندي عدد كام كويلز؟ 16 كويلز. احنا بنسمع واحد بنسمع كلنا مع بعض. يبقى اذا الـ A بتساوي M جنرال M إيه؟ M B صح كده؟ تساوي الـ M في السمبلكس بواحد في الأربعة يبقى عندي كام بارل باسز؟ أربعة. ولو أنا قسمت عندي بارل باسز أربعة آدي واحد وآدي مسار تاني وآدي مسار تاني وقعد مصرف اجابتك في الامتحان تبقى زي كده اختار اي حاجه وحلها كده. طيب حلو. طيب ال 16 دول لما نقسمه على اربعه يبقى كل اربعه 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 كويس يبقى الاربعه خلصوا معايا. وفي الاخر باخد طرفين من البراشز دي واوصلها لمين؟ طرفين البراشز دي بروح اوصلهم عن اللود. طرفين البراشز اوصلهم عن اللود. حلو. برضه نفس الاجابه بتاع السكه حضرتك. الاي اي اللي هو الادوكشن كارنت. انا لو عندي ده اي سي. الاي كويل في المسار الاولاني وده اي سي 2 في المسار الثاني وده اي كويل جروب 3 وده اي كويل جروب 4 يبقى الاي كام؟ اف اف اي سي اي سي 1 زائد اي سي 2 او اف اي سي هنقول اي سي 1 ان جنرال زائد اي سي 2 زائد اي سي 3 زائد اي سي 4 وعشان خاطر في سيمتريين في اللاب فالاي سي هدي كلها منها بتساوي يديني 4 في مين؟ الاي سي الاربعه دي هي الاي الاربعه دي هي مين؟ فان جنرال بتساوي الاي في مين؟ الاي سي. طيب لكن انا بجيب تيار وبجيب ايه برضه؟ جهد الاي اي فده الاي اي الناس اللي مذاكره تلاقيها مهتمه قوي بالكلام ده الاي اي لقيت لو انا عندي اي سي 1 كفولتج وده اي سي 2 اي سي 3 اي سي 4 وعشان سيمتريه فالجهود مالها امبارح متوازيه فالجهود واحده فهيديني اربعه مضروبه في مين؟ الاي سي يعني الاي اي هي عباره عن عدد الكوينز بير بارل الباصص صح؟ مضروبه في مين؟ صح كده يا شمسين؟ لو انا شغال وينج هندسه لو انا شغال وينج سيرفيس هات تليفونك يا فارس وينج الايه الجنرال بتساوي 2 ال هتساوي 2 في 1 تساوي كام؟ يبقى انا عندي كام مسار كده؟ الاي دي هي البارل الايه؟ البارل الباصي خايف افوت ففي مسار وفي اخد ثاني هنا. ال 16 كويل انا عندي نفس المساله 16 كويل قسمه على كم مسار؟ على مسارين يبقى كل مسار فيه كم كويل؟ 8 ادي كويل 1 وادي كويل 2 وهمشي الى كويل كام؟ 8 يعني ده الكويل سي 8 وده سي 1 وده سي 2 نفس الفكره هكرر يبقى ده سي هو رقم 16 نفس الاناليسيز الهندسه يبقى ده سي 9 وده سي 10 نفس الاناليسيز تيار وجهد لو ده اي سي 1 وده اي سي 2
يبقى الاي اي اللي احنا هناخده من البراشز دي اللي هنديها هنعمل اي اي يساوي ايه؟ 2 اي سي واحد زائد اي سي 2 هيساوي 2 اي سي. 2 دي هي الايه؟ والاثنين دي خليها بلوك عشان اقدر اقارنها بالاربعه دي. وعرفنا ان الاي اي هي المنطقه كلها بين التيرمينال براشز دي كلها. الاي اي هو عباره عن الجهد ده زائد ده الى جهد رقم 8 هيساوي 8 مين؟ الاي سي. بعد ما تعمل كده في امتحانك مثلا هتيجي تقول لي هتكتب نوتس هنا تحت الويم ونوتس هنا. فتخيل ان ده اللاب تستخدم ريد كارد فيه ولا الويف؟ قارن ده بده هتعمل كده. يبقى اللاب 4 اي سي لكن الويف 2 اي سي كلود كارد او اسيتشا كارد. يبقى مين التيار اعلى؟ اللاب. يبقى هنقول ان اللاب بتاع مع ثبات عدد الكولز طبعا يا دكتور. نفس المثال نفس المكنه يعني. انا ثبتت المكنه من نفس الكولز. ان اللاب وايننج دي استخدم بالريت الكبير او باللارج ايه؟ لارج ريت الكرم. ماشي. نفس الجمله دي هنكتبها لكن هنقول ان الويب بيستخدم فين؟ لو كرنت او ان لو ريد كرنت ايه؟ بلغتك يعني ماشي. ايوه ما الجهد اكبر. الاقي ان الجهد هنا كان ب 4 مرات او 4 اضعاف الكويل اللي هو ده. الجهد ده 8 اضعاف. فلقينا برضه في نقطه ثانيه ان الويب دي بتديني هاي فولتج. ودي تدينا في مشكلة في اللاب. كنا خدنا اللاب والويت مش بالطريقة دي. كنا خدنا الكلام ده في الأول محاضرتين تقريبا. راح قال لي طالما في الكلام ده ممكن أمثل الكلام ده بس بشكل تاني اللي هو اللاب اللي هو اللاب بالمنظر ده عشان نعمل زي نظام مراجعة للي إيه؟ للي حصل. قال لي اللاب اللي هو ده قال كوين ده كوين صح يا جماعة؟ والكوين ده لما فيه بتربطه بتربطه من خلال كونتيتر سيجمنت بالمنظر ده. قال لي في اللاب الأول هاخد طرف الكوين الأولاني اللي هو البداية بتاعته وأربطه في كونتيتر سيجمنت رقم واحد ونهاية الكوين الثاني ده هاجي اروح اربطه في كمبيوتر سيجمنت رقم كام؟ 2. يعني دايما في اللاب لو انا عندي كمبيوتر سيجمنت سلندريكال كده دايما اول بداية الكوين في كمبيوتر سيجمنت واحد في كمبيوتر رقم واحد ونهايته على طول في كمبيوتر رقم كام؟ 2 في النكست كمبيوتر سيجمنت على طول كده. لان من دي هنطلع حاجات ثانيه. وراح جه قال لي الكوين الكوين الجديد يعني هنفترض ان في كوين هنا دبليو اكس. هناخد الكوين الثاني اللي هو بالداش ده. اذا الكوين الاولاني اللي بالسوليد والكوين الثاني اللي بالداش ده. هتاخد بدايه الكوين الثاني وتربطها مع ايه؟ نهايه الكوين رقم واحد. تربطهم في مين؟ في الكمبيوتر سيجمنت 2. وقاعد يسيب الكمبيوتر سيجمنت 2 وقاعد الداش عشان كده. كل محاضره بتلاقي شكل ايه؟ مختلف. وقال لي هتيجي تكمل الكويل الثاني ده اللي هو متنقط معايا وتربطه على طول فين؟ في الكمبيوتر سيجمنت رقم 3. طب لو انا عاوز اعمل كويل ثالث هروح جاي الكويل الثالث هنا بدايه الكويل الثالث مع نهايه الكويل الثاني مربطه في الكمبيوتر سيجمنت 3 وهكذا. فحصل تداخل بين الملفات وبعضها اوفرلاب. فقال لك اذا الشكل ده شكل ايه؟ اللاب وايننج. في مشكله في الكلام ده؟ الكلام ده لو انت بتشتغل كده شغال على سنجل لاير ولا تو لاير؟ سنجل لاير. سنجل لاير. في الامتحان احنا طبعا عشان نفهمه عرفت انت بالسنجل لاير عرفت انك انت بالسنجل لاير ان عدد الكوين بتساوي
نص عايز نص قول نخليها جنرال يبقى ايه نص ام اس نص ام اس نص ام اس يعني الاول نص اس على طول بس عشان احنا فاهمين وعارفين اللي جاي في حاجه اسمها سامبلكس وايه سامبلكس ده يعني ايه سامبلكس عشان بس نعدي المرحله دي سامبلكس ان السلوتس ده السلوتس دي والسلوت دي فيها كويل واحد فيها او ملف واحد اللي هو اللي بيقول عليها بكره كويل واحد لكن لو انا بالسلوتس دي والسلوتس دي حطيت كويل واحد في البدايه وكويل واحد كمان ممكن اروح اجيب بكره ثانيه او كويل ثاني احطهم في نفس السلوتس يبقى عندي كام كويل سامبلكس واحد كويل ولا دوبلكس دوبلكس يبقى عندي كام دوبلكس فاتضح اتضح بالمنطق الكلام اللي انا بقوله ده كلام كبير قوي ناس كتير قوي في السن بتتكلم كده فاتضح انا عشان افهم اللي انا بقوله خد العينه اللي هي السامبلكس الاول خد العينه اللي هي اللي انت من جواك فاهم ان كل سلوتس لو هو سنجل لاير يبقى السلوتس ده والسلوتس ده هيعمل كام كويل كويل واحد فقال اذا نص ام اس فالسامبلكس ده نص اس لو عندي 10 سلوتس يبقى عندي كام كويل خمسة لو عندي 10 سلوتس من دي عندي 10 سلوتس 1 2 3 4 5 10 يبقى عندي كام كويل خمسة خمسة اف انا هقول اف ان السلوتس دي بتساوي 10 فاذا الكويل دي بتساوي نص في السامبلكس بواحد فعدد السلوتس ب 10 يديني خمسة ايه؟ خمسة كويلز فاكرين يا جماعه قلنا عدد الكوميتيتر سيجمنت اللي هي سيجمنت بتساوي ايه؟ بتساوي عدد الكويلز بتساوي عدد الكويلز طيب يبقى المفروض الكوميتيتر سيجمنت تحت كام يا جماعه؟ خمس خمسة خمسة صح؟ في الامتحان هيجي لك الأسبوع اللي جاي هقول لك سنجل ليل سنجل ليل احنا عملناها في المحاضرة المرة اللي فاتت بالتفصيل وصلنا 10 سلوتس وصلنا اللي فيه خمسة كمبيوتر سيكل هيجي في الامتحان المرة الجاية بالراحة نفس المسألة دي كان سكيور هقول لك عامل سنجل ليل عدد السلوتس 10 سلوتس لكن انا مش شغال سامبلكس شغال دوبلكس النمبر اوف كوميتيتر سيجمنت يساوي كام؟ خمسه بالراحه واحده على 10 ودي اجابه صح 10 امثلها لك بالمنطق بالفهم بعد كده نشوف حسابيا والكلام العلمي ده بالفهم 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 انا عندي 10 سلوتس 1 2 3 4 5 6 10 سلوتس ال 10 سلوتس لما عملناها المحاضره فاتت خدت كام كويس؟ خمسه ليه؟ بداية كويل ونهايته في اثنين سلوتس. يبقى كل كويل خد كام سلوتس؟ اثنين، لما كل كويل ياخد اثنين سلوتس وانا عندي 10 سلوتس يبقى مجموع التوتال كويلز كام؟ خمسة. دي فكرة ان عرفت ان عدد الكويلز في السنجل لاير يبقى نص عدد السلوتس، لان عارف بداية الكويل ونهايته في اثنين سلوتس. الفكرة الثانية اللي عايزك تفهمها. الكومنتيتر سيجمنت ليه يساوي عدد الكويل؟ لان بداية كل كويل جديد مع نهاية كل كويل قديم الاثنين بتربطه بكام؟ كوميتيتر سيجمنت واحد وتيجي في الاخر اخر واحد الكويل الاخير نهايته تتربط مع اول بدايه من كويل رقم واحد فلما بتعمل السايكل دي لقيت ان عدد الكوميتيتر سيجمنت يساوي عدد الكويل وانا فاهم ومطمئن. السؤال الاحلى من ده اللي هو انا لسه قايل عليه والراجل لسه مجاوبني عليه بيقول لي لو انا عندي مش سامبلكس عندي دوبلكس دوبلكس هتروح تشتغل مرة بص كده دوبلكس هتروح تشتغل الاول سامبلكس يبقى في كام؟ خمسه وهتروح تجيب برضه خمسه كويل جديده خمسه كويل جديده يبقى اذا في الدوبلكس دي المهمه بقى دي المهمه عشان الامتحان اذا في الدوبلكس والحمد لله ده اسمه منها كده في الدوبلكس عدد الكويل ان جنرال في السنجل لاير ان جنرال نص في ام دي مين؟ بس الدوبلكس الام دي بتساوي كام؟ 2 كويل عدد الكويلز في كل ايه؟ في كل سلوتس 10 ايه؟ 10 كويلز بالمنطق انا حطيت خمسه بالمنطق سيبك ده بالمنطق مش انا الاول حطيت خمسه وقلت دول سامبلكس
لو عايز اجيب دوبلكس مش هجيب اخواتهم تاني خمسه زيهم تاني واحطهم على نفس السلوتس، هل السلوتس دي اتغيرت؟ السلوتس زي ما هي ثابته 10، بس مين اللي اتغير؟ عدد الكوينز اللي بجيبها. فلو انا جبت خمسه سلوتس بس على 10، خمسه كوينز بس على 10 سلوتس، يبقى انا وظفت كل 2 سلوتس في 1 كوين، صح؟ وبالتالي ده انا جايب كوين واحد لكل 2 سلوتس، يبقى ده الحاله اسمها سيمبلكس. بتكلم على مهندسين. وبالتالي رقم 2، لو انا عاوز اعمل على نفس السلوتس لكن المكنه مش مدياني الجهد اللي انا عاوزه او الريت الكرنت اللي انا عايزه، هروح اخترع واروح انا اعمل سلوتس مع نفسي في المكنه، ولا الفكر الثاني ان انا ممكن اجيب مجموعه من الكويلز نفس المجموعه اللي كانت عندي، واخدين بالكم، واحطها برضه في نفس السلوتس واحطها برضه في نفس السلوتس. وبالتالي انت المفروض اللي تفهمه ان في الدوبلكس انا كان عندي خمسه، لكن في الدوبلكس رحت جايب مجموعه ثانيه زيهم، خمسه على خمسه بقت كام؟ كده ال 10 سلوتس دول مش بيتغيروا، تصميم الراجل الميكانيكي بتاع الوش مش بيتغير، مين اللي بيتغير معايا؟ كمهندس كهرباء عدد الكويلز، الله ينور، ومين اللي يتغير معايا كده تدخل عدد الكويلز؟ الكومنتيتور سيجمنت، الكومنتيتور ايه؟ سيجمنت. ما انت عارف ان لما كانوا خمسه كويلز خدوا خمسه سلوتس. طب الخمسه كويلز التانيين هوصلهم على نفس الخمسه سلوتس عشان يبقى انا ما بعملش حاجه؟ يبقى محتاج خمسه سلوتس تانيين، صح؟ النمبر اوف كوميونيتور سيجمنت في الحاله الثانيه تساوي ايه؟ تساوي عدد الكويلز. وعدد الكويلز بيساوي كام في الحاله الثانيه؟ 10. الاحلى من دي ان انا عندي الكوميونيتور سيجمنت بتساوي 10. النقطة الأحلى من دي، النقطة الأحلى من دي وهتفهم أكتر. المسافة، المسافة بين السلوتس والسلوتس، إحنا قلنا إن أي مسافة من بداية لنهاية حاجة اسمها بيتش. فلو أنا بقول كويل بيتش يبقى أنا هسمي دي سلوت إيه؟ طيب دي السلوت بيتش في الحالة العادية الواي سي، دي اسمها أنا آسف الواي إس، دي اسمها السلوت بيتش. إيه السلوت بيتش؟ المسافة بين الاثنين سلوتس بكام هنا يا باشمهندسين؟ مش بواحد؟ اثنين ماينس واحد بكام؟ واحد. اللي انا عايز اقوله هتفهمه دلوقتي. فدلوقتي الكومنتيتور بيتش، انا اسف، السلوت بيتش او كومنتيتور بيتش عادي، انا ممكن اسميها 1 سي. يلا هخلي دي، انا اسف، بصيت فوق، دي اسمها كومنتيتور ايه؟ الكومنتيتور بيتش. الكومنتيتور بيتش هنا الكومنتيتور بيتش. في الحالة اللي هي الطبيعية اللي هي سيمبلكس بتساوي كام يا باشمهندسين؟ اللي هي اسمها واي سي، اللي اسمها واي ايه؟ سي. فالواي سي بيساوي كام؟ واحد. ممكن أقول ان جنرال، ان جنرال بدل واي سي يساوي واحد يساوي ان. لأن السيمبلكس بكام؟ واحد. طب لو أنا واي سي دوبلكس اثنين صح؟ فالواي سي في حالة الدوبلكس بتساوي ام، تساوي كام؟ 2. تعالى انا هاخد دي من وقتك، هتجيب خمسه كويلز تانيين وتحطهم في نفس الكلام ده، هنعمل الخمسه كويلز التانيين بداش. انا طبعا الراجل ده هتلاقيه مش فاهم، بس انت فاهم، هتلاقي الخمسه كويلز التانيين نعملهم بايه؟ بداش. هتقابلك مشكله اللي انا بتكلم فيها، الفهم يا جماعه حلو، ادي اهو ده خمسه كويلز التانيين، وهطلع نفس الفكره اهو، وحاجي نازل اهو ونازل اهو في نفس السلوتس حاطط كويل تاني. المفروض انت الكويل الاولاني اللي هو بالسوليد ده اللي موجود في السلوتس دي، وفي كويل تاني في نفس السلوتس دولت بالداش، المفروض ده هتوصله باثنين ماشي وهكذا. طب الكويل الجديده لو انا جيت وصلت ده بواحد يبقى انا عملت ايه؟ عملت بارلل، بس عملت بارلل، ما عملتش حاجه. بارلل هيبقى بارلل، يا جماعه انت عارف كده انا ضعفت المكنه. حضرتك قلت كده ان هي 12، طبعا انا نزلت حاجه السلك الجديد اللي حطيته كنت متخيل يعني 12 في 60 على بعض كده تمام. انا جاي لحضرتك، ممكن اكمل؟ انا دايما يا جماعه المعلومه انا قايلها، المعلومة أنا قايلها. بص يا باشمهندسين المعلومة أنا إيه؟ قايلها
بس دايما لما تيجي تفهمها ممكن اشرحها لك بطريقه تقدر تفهم انا عايز اقول لك ايه. فاستسمحك لو سمحت اللي انا عايز اقوله ان في حاله الدوبلكس قابلتني مشكله. انا باخدك معايا كاننا بنتكلم الدردش مع بعض. لو انا يا باشمهندسه جيت عملت الان الخمسه كويل دول بخمسه ستوتس زي ما هم، وجيت البدايه دي بالستوتس دي وجبت النهايه دي بالستوتس دي، انا عملت ايه كراجل مهندس تحت كهرباء؟ لو انا عملت بارل فصل بارل صح؟ حطيت اثنين كويل بارل، لو واحد قيمته 10 اوم والثاني قيمته 10 اوم، المحصله بتاعت ال 10 دي بكام؟ فانا ضعفت المكنه انا ضعفتها. فلازم كان غصب عني عشان اجيب عدد من الكويلز كتيره وكلهم ان سيريز مع بعض ويشتغل نفس الشكل اللاب ده. قال لي حلو، قال لي اعمل الاف، قال لي هتعمل ايه؟ الاف مش انا قايل لك معلومه. الراجل اللي ورا لو بصيت تاني ورا من غير قسم هتزعل مني جدا طول حياتك. انا مش بشرح لنفسي، انا الكلام ده عارف الحمد لله. انا نفسي افهمك انت حاجه عشان خاطر في الامتحان هتلاقيني كل ما تفهم بديك على فهمك. احنا كان عندنا كام سكشن انا قاعد معاكم السنه اللي فاتت؟ كام سكشن هنا؟ سكشنين. ده نتيجه ايه؟ ان اشتغلنا وبرضه في ناس وقعت مننا، مش عايز الناس توقع مننا تاني. كلام واضح. زي ما بتعب بتقدر اجيب ميه هتجيب ميه معاك الامتحان. فانت اللي خسران. لكن الناس دي ملتزمه. فانا انا بقول حتى باخد ودي معاك في الكلام على اساس ان انا بتكلم مع راجل مهندس زميل ليا مش طالب. فاللي انا بقوله لو انا جيت على نفس السلوبس ورحت موصلهم الاثنين مع بعض يبقى في نفس الكلام ان في مشكله. راح الراجل قايل لي المعلومه قال لي خد الواي سي، خد الواي سي المسافه بين السلوبس والسلوبس للكويل بتاعك بكام؟ باثنين. بالله عليك يا اخي باثنين. انا لو طلعت بواحد والمفروض انا منزل من عندي سته في الكويل الاولاني انزل في اثنين ولا في ثلاثه؟ الله ينور. ده اللي انا عايز اقوله الصبح. هروح نازل فين؟ هروح ماسح الكلام ده عشان ما لخبطتش معايا اهو. واحد ده وهاجع عندي ده اللي هو ده المفروض انزل في كام؟ ثلاثه. حلو؟ هروح اربط معاه الكويل مين رقم اثنين، انا هربط المجموعه الاولى اللي هي كلها سوليد في كام؟ في ثلاثه. والاثنين راح عند مين؟ سبعه. المفروض هنا يبقى عندي اربعه، هنا عندي اربعه وهنا عندي خمسه وعندي سبعه. اروح لازم عند كام؟ واخدين بالكم؟ انا باخد السوليد الفردي واحد وثلاثه وخمسه لان هو ايه اللي يخليها اثنينات. ومن عندي خمسه اروح واخد الكويل الجديد اللي هو بالسوليد ده من خمس بقى رقم ثلاثه، ثلاثه راح لمين؟ لثمانيه، خمسه يقابلني سته ويقابلني كام؟ سبعة. فأنا جاي هنا أروح أصلا عندي كام؟ سبعة. أربعة أروح جاي من عندي سبعة. فهمتوا اللعبة؟ بقالها كل اللي سبته رقم اثنين، أستاذ رقم اثنين سايبها، وأستاذ رقم أربعة سايبها، وأستاذ رقم ستة نكمل السايكل من أربعة جاي عند تسعة. المفروض أروح عند أستاذ رقم تسعة أهي، ومن تسعة جاي هنا عند أستاذ رقم 11 اللي هي رقم كام؟ واحد اللي هي رقم واحد. بتلاحظ ان اثنين واربعه وسته وثمانيه بقوا فاضيين. انا بكلمك كانك قاعد جوه الورشه وانت هتعمل الكلام ده. فالمفروض وانت بتيجي تربط هتربط بايه؟ بين كل اثنين سلوتس جنب بعض زي ما قال لك سمبلكس؟ لا. تيجي بعد كده هتيجي بعد كده المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه هتيجي عند ده وتربطه في رقم كام؟ اثنين. وتنزل في رقم اربعه مع انهم الاثنين بنفس السلوتس بس عندي حاجه اسمها كويل سيت يعني مجموع من الكويل. تمام كده؟ هتيجي تنزل مجموع رقم كام؟ أربعة. طيب في هنا في السلوتس دي خمسة كويل متنقطين بالداش برضه. يعني هنا في كويل وهنا في سايد كويل وكل صح كده يا جماعة؟ هتيجي توصل من أربعة الكويل الجديد. واخدين بالكم؟ فاتضح بالأناليسيز وبالفهم إن عدد الكوميتيتور سيجمنت ده اللي جاب في الامتحان في الدوبلكس وعدد الكوميتيتور سيجمنت في السمبلكس الاثنين يساوي الكويل. بس انا عارف ان الكويل في حاله السنجل او في حاله السنجل لاير بتساوي كام؟ خمسه، خمسه سلوتس. لكن هنا بتساوي كام؟ 10 سلوتس. ده اللي انا عايزه نوصله في المحاضره. وخلصت. طيب السؤال الاخير اكيد بالاناليسيس. لو انا عندي الكويل ست دي ثلاث مجموعات
يعني ايه كويل 6 3؟ يعني عندي الاسلوتس الواحده والاسلوتس الواحده بدل ما كان كويل واحد يبقى في كام كويل؟ 3 كويل. ادي كويل واحد وادي كويل الثاني وادي كويل الثالث. في الكويل الاولاني يعني تريبلكس، في الكويل الاولاني كانوا عدد الاسلوتس بخمسه، ولما جبت مجموعه ثانيه كان بقى عدد الاسلوتس كام؟ 10. ولما جبت مجموعه ثالثه بخمسه بقى 15 كويل. يبقى في كام كوميتيتر سيجمنت؟ 15. المسافه بين الكوميتيتر سيجمنت حتى التريبلكس كام؟ هتاخد واحد ما توصلش في اثنين، ولا هتوصل في كام؟ في ثلاثه. هتبص في رقم اربعه. الله ينور، احسن من عين شمس. ده يا جماعه اللي انا بتكلم فيه. بمجرد ما خلصت الكلام ده كان كله شغال سنجل لير. في الامتحان بقى يجي لك الاخر. انا النهارده بقول الامتحانات اهي، في الامتحان يجي لك الاخر. الشكل ده هندسه والشكل ده. الشكل ده والشكل ده. واهل الشكل ده والشكل ده. ده سنجل ولا كل لير يا جماعه؟ حلو. انا بطلع بواحد وبروح مع الداش. اهي. وباجي مع الهيد. الكويل الاولاني مع الداش الكويل ايه؟ الثاني. وبطلع كده برضه. وهنزل بقى مش عارف هنزل فين؟ اكيد هنزل هنا. السؤال الاولاني. لا الاسلوت الثابته، اولا الاسلوت الثابته انا متغيره. ثابته. مش هنا عندي حلو. اول حلو، ايه الفكره؟ ايه الفكره ان انا خليتها اثنين بدل واحده؟ هو ده السؤال. زياده امكانيه او امكانيه زياده عدد الكويل، امكانيه زياده عدد ايه؟ الكويل. لو انا قلت لك عندي 10 سلوتس سنجل لاير وعندي 10 سلوتس تو لاير. في ال 10 سلوتس سنجل لاير حطيت كام كويل؟ خمسه. اما في ال 10 سلوتس تو لاير حطيت كام كويل؟ 10. وبالتالي امكانيه الكويلز عندي زادت عندي. الكويلز دي معناها زادت كونتاكتورز. والكي تساوي كي اي باي دي اوميجا، والكي بي زد على 2 باي اي. فالزد لما تزيد او لما الكويل تزيد، الزد تزيد والجهد بتاعي يزيد. وطبقا لوضع البراشز اقدر اقسمهم بارلل. يعني في الاول خالص التوصيل بتاع كل سيريز، توصيل كل سيريز وضع البراشز على الكوميتيتور سيجمنت هو اللي بيقدر يقسم لي البارير الباسز. طيب يعني هنا كده لو انا عندي نفس عدد الكويلز دوبلكس او دبل داي يعني كده هيطلع نفس الكلام؟ لا، اول حضرتك على حاجه المساله دي كام سلوتس؟ 16 سلوتس. دي عباره عن تو لاير. جبت كام كويل؟ جاب كام كويل يا باشمهندسين؟ 16. في مشكله كده؟ البارير باسز الاي بتساوي الام بي ده في السنجل لاير. انا اسف التو لاير في السمبلكس، ده في السمبلكس. انا بكلمك كتو لاير وخلاص خلاص احنا شغالين ماسكين في دي صح؟ ماسكين في دي. انا عايز اشوف مره سمبلكس ومره دوبلكس. عدد البارير باسز في السمبلكس الاي كام؟ باربعه. الدوبلكس عدد البارير باسز مش الاي بيساوي ام بي؟ الام في السمبلكس بواحد والاي بتساوي ام بي برضه. الام في الدوبلكس بكام؟ باثنين. يبقى البارير باسز بكام؟ 8. ده مبدئيا بدل ما هيبقى عندي 4 بارير باسز هيبقى عندي كام؟ 8. في مشكله في عدد الكويلز بقى. امس عدد الكويلز عدد الكويلز ان جنرال ام اس. فلو سمبلكس يساوي كام؟ الام بواحد بالسمبلكس، والدوبلكس الام بكام؟ باثنين. 16 في 2 32 كويل. يعني بدل ما كان عندي 16 في سمبلكس تو لاير، في الدوبلكس بقى عندي 16 تكنيك زيهم، بقى كام كويل؟ 32. طب ال 32 دول هوديهم فين؟ الفكره جت لك اهي، ان البارير باسز بدل ما يكون عندي 4 اي سي 4 بارير باسز، هيبقى كام بارير باسز؟ 8 بارير باسز. الله ينور الناس اللي بتهتم من كلنا. فالثمانية اتوزعوا لأربعة، لما كانوا 16 اتوزعوا على 4، ولما كانوا 32 اتوزعوا على الجهد عشان لاب. مش مهم، بس مين المهم عندي في اللاب؟ التيار. فضاعف القيمة دي كانت من 4 اي سي الى 8 اي سي. اعتقد سؤاله حلو لان هو وضح لي وربط الدنيا ببعضها. جماعه بمنتهى الامانه الراجل اللي سال السؤال ده حد فيه ميسنج عنده مش فاهم النقطه اللي سالها؟ بمنتهى الامان. انا على فكره ما شرحتش المحاضره، ربنا يستر، مش عارف اعمل ايه في المنهج. اتفضل. المنطقه دي. طيب ما فهمتش ايه بالظبط؟ لحظه يا جماعه بقى عشان اركز مع الراجل. انت فهمت الهندسه الاول؟
ما فهمتش ازاي اضعف التيار. طيب يا جماعه حد ممكن يقدر، انا اصلا ليه دايما بشارك زميلك لان ممكن اللغه بتاعتي مش سامحه لك انك تفهمني، بس شايف في شريحه عريضه فاهمه، فحد يقدر يجاوب السؤال ده وياخد برضه من ضمن الناس اللي ناخد اسمهم في الاخر، حد يقدر يجاوب السؤال ده ازاي ضعفنا البارير باسز؟ مش ده ايكويشن يا جماعه، قلنا البارير باس خدناه في الاول بالراحه وبعد كده قلنا كل شويه مش ناوي بنعمل نفس الاناليس، هناخد قانون عام ان الاي ايكوال ام بي، مش خدناه كده؟ ما ده قانون عام يا هندسه تمام يا اخويا، ال A equal M B، ال M دي يا هندسه ما بصش عليها في امتحاني غير لما اسمع سمبلكس دوبلكس تريبلكس، ما لهاش علاقه بالسنجل والتو لير، ما لهاش علاقه بايه؟ ال M ليها علاقه بايه يا جماعه؟ سمبلكس دوبلكس تريبلكس، وعلى حسب زي ما بتكلم يا سمبلكس M بواحد 2 3 تمام كده؟ فلما اجي اقول لحضرتك، لما اجي اقول لحضرتك انا شغلت لير، انا رحت جبتها من عند الراجل بتاع الورشه ده، المكنه بتاعتي فيها 2 ابر، واحده ابر والثانيه لور في السلوتس، يعني تو لير على السلوتس الثابته. او سيمبل لير برضه للسلوت الثابت، انا ما بلعبش في السيمبلكس والدوبلكس في السلوتس، انا بلعب في مين؟ في عدد الكويل وبلعب في عدد الكوميتيتور سيجمنت. فانا حضرتك راح جاي من عند الراجل ده وهنفترض في الامتحان بتاعنا كله هيبقى تو لير تمام كده؟ فخلي دماغي ان حاضر عن التو لير اللي بالشكل ده قدام عيني، يبقى في ابر وفي لور. فالراجل اشتغل عادي في السيمبلكس، لما جينا عملنا الاناليسيز من حضرتك اللي فاتت طلعت ان عدد الكويل يساوي عدد السلوتس، لو كان انا عندي 16 سلوتس كان عندي كام كويل؟ 16 كويل، دي في حاله السيمبلكس ولا الدوبلكس؟ الله ينور. راح الراجل النهارده بيشرح في المحاضره بيقول لو انا عندي دوبلكس بجيب نفس المجموعه دي واحطهم على ال 16. بس لو حطيتهم على ال 16 ووصلت يبقى انا وصلت بلال. قال لي لا ده انا عايز كل الدايره تبقى سنجل وايندنج، مش ده الارمتشر هو ملف واحد. فانا عايز ال 16 دول وجبت عليهم 16 بقى 32 كلهم يتوصلوا ان سيريز. فاثنين يتوصلوا ان سيريز معناه ان وضع نهايه الكويل مش هتبقى في النكست كوميتيتور سيجمنت، مش هتبقى هنا، لازم اشكلها كمان شويه لان في مجموعه جايه ثانيه بعدها. فال 16 كويل ده كلام، انا طلعت بصراحه الكلام اللي انا بقوله ده للواحد اللي هو فاهم معايا من الاول. فال 16 كويل بقى 32 كويل. ف 16 كويل بقى كام؟ لانها دوبلكس. طب انا ال 32 دول او ال 16 دول كانوا عندي 16 كمبيوتر سيجمنت. طب ال 32 يبقى عندي كام كمبيوتر سيجمنت؟ 32 مع عدد الكويل يساوي كمبيوتر ايه؟ سيجمنت. طب ال 32 هيتوصلوا ازاي؟ هتوصل مجموعه وتخلصها بحيث ان الواي سي في المجموعه الاولى بدايه الكويل ونهايه الكويل الواي سي بتساوي 2. يعني لو بدايه الكويل في سلوت رقم 1 يبقى نهايه الكويل الاولاني في سلوت رقم 3، واخلص الارقام الفرديه بتاعت السلوتس 1 3 5 7 9 الى ان اصل الرقم النهائي. وقلت المجموعه الثانيه اشتغل على الرقم الزوجي بتاع مين؟ كمبيوتر سيجمنت. بهذا الشكل وبهذه الوضعيه اتضح انك انت وصلت كل ال 32 ان سيريز مع بعض. بس الفكره ان انا زودت بدل ما 16 كويل زودت كام كويل؟ 32. بدل ما كان عندي 4 بارير باسز بقى عندي كام؟ 8 بارير باسز. يبقى الماشين الريت بتاعها كبر ولا ما كبرش؟ الطبيعي شوف الكلام ده اللي بقوله لك، ان المجموعه بتبقى 3، الكويل ست بيبقى ايه؟ 3 تريبلكس. انا يعني بجيب مجموعه على السلوتس دي ادي كويل، واجيب كويل تاني واجيب كويل تاني. اتضح ان انا كده في واحد كان تقريبا بيقول لي المره اللي امبارح انا كان في حاجات واقعه مني وما حضرتش بسبب ظروف، وبعد كده راح قعد مع واحد في الورشه بره، فاتضح ان الكلام اللي احنا بنقوله هو اللي بايه؟ اللي بتشرح بره. دي حاجه كويسه، ممكن نقلب الصفحه دي؟ ده يا جماعه لو انا شغال في اتجاه الساعه هيبقى ايه؟ بروجريسيف. لو شغال عكس واحد لك الامتحان كده عكس الاتجاه ده، يعني ايه عكس؟ ريتو بروجريسيف. بص يا هندسه يعني ايه عكس؟ حضرتك بص يا هندسه دي السلوتس، دي السلوتس رقم كام يا جماعه؟ واحد. المفروض في البروجريسيف كنت اجي في اللاب اوصل برقم كام؟ 2. لا ده انا بدل ما اوصل باتجاه الساعه اوصل بالعكس، ده في السلوت رقم 0 هروح جاي كده. وبعد كده طالع في بدايه الكل الجديد اهو ماشي، لازم تبقى واضحه شويه تمام كده اهو. ده مثلا
اروح موصل فين؟ سالب واحد. الرسمة دي حاجة اسمها ريتو بروجريسيف. ريتو بروجريسيف وايلد. لو ذكي لو ذكي لو ذكي هتقول لي الآتي: بداية الكويل رقم واحد ده ونهاية الكويل ده، مش ده بداية الكويل ونهايته؟ فين البداية والنهاية؟ المنطقة دي كلها، صح ولا غلطان كده؟ صح؟ دي اسمها ايه؟ واي دي. واي دي بداية الكويل ونهايته. الإنسان الذكي في الامتحان نهاية الكويل الأول وبداية الكويل الثاني، فين المسافة؟ المسافة دي كلها اللي هي دي اسمها ايه؟ عندي في الورق أيهم أكبر؟ الواي اف. ده اللي انا عاوز اوصله من الاخر. عاوز اوصل في اللي ورا عندك موجود، سيبك معاك البورد ده. عاوز اوصل ان الواي ار في الحاله دي اختلف. الواي اف ناقص واي بي. بقت الكبيره ناقص الصغيره، بقت الواي اف ناقص الواي بي. في حاله ريتروجريسيف، بص الحاله دي. شوف الحاله دي، دي واي دي ناقص مين؟ واي اف. ان جنرال هتعمل كده، ان جنرال هنا وهنا. في مشكله في الكلام ده؟ هيجي لك الرسمه بالشكل ده. طب ايه الفرق بقى عمليا؟ ايه الفرق؟ اولا الكونكشن مفيش فرق، بس الاتجاه اكبر. ده سلوبس، انا اسف، دي بدايه كويل ودي بدايه كويل، صح؟ هفترض هندسه، اسمع الكلام عمليا. الاجابه اللي انا عايز اقولها، عشان انا دايما بعك في الكلام، الاجابه اللي عايز اقولها ان دي تستهلك مركبه اكتر، دي بتاخد سلك كتير، عشان كده الناس بتشتغل بيها. طب انا عايز اوضح، انا عايز اقول التوضيح. فانا بقول دي سبوتس ودي سبوتس، تمام كده؟ راح الراجل جاي الكويل الاولاني وصل دي بدي، والكويل الثاني راح جاي على الكونتير سيجمنت وصلها بدي. المفروض سيرتك في الحاله العاديه بتطلع من الكونتير سيجمنت رقم 2 وتيجي توصل الكويل الثالث، صح كده؟ في الحاله الجديده، في الحاله الجديده ده كونتير سيجمنت اهو، ده كونتير سيجمنت وده الكويل الاولاني اهو اللي هو رقم واحد. المفروض هنا رقم كام؟ 2. راح لافف كده وجاي هنا. ايهما افضل؟ ايهما اقصر ككبر؟ ان انا اوصل دي بدي، ولا ان انا اشد اروح اوصل هنا؟ اوصل دي اقرب. يبقى مين بيستهلك كبر اكتر؟ الريتروجريسيف. فبالتالي تستهلك مني كوست اكبر. بس فانا شغال على دايما على مين؟ البروجريسيف. في مشكله في الكلام ده؟ برضه كلام ليك انت علميا. خلاص؟ وده السؤال برضه ممكن اقول لك ايه الفرق بين دي ودي؟ هتقول لي مفيش اي فرق بالتوصيل، لان يعني دي بتستهلك مور كبر وايندنج اكتر. في مشكله في كل كلمه ليها معنى عندي. اتفقنا. السؤال الاحلى الواي سي. السؤال الاحلى الواي سي في الحاله دي. انا كنت عند واحد وبعدين رحت عند زيرو، ومن زيرو رحت لسالب واحد. الواي سي 1 ولا ماينس 1؟ اذا ان جنرال الواي سي في البروجريسيف بلس 1، 1 2 3 الثاني ماينس. ان جنرال هتقول ان الواي سي بتساوي بلس اور ماينس ان، لانها انا ما ظهرتش معايا بلس اور ماينس في الاول، كانت دايما ام بس ب 1 2 3. بلس اور ماينس ريفير على ايه؟ لو انا شغال بروجريسيف بلس 1، لو شغال بروجريسيف بلس او ماينس. الله ينور، متشكر قوي جدا. حته عمليه بقى، حته عمليه. باشمهندس الناس شايفه هنا طبعا. باشمهندس الحته دي انا اجيب كده الرسمه دي ايه؟ ويف واي. بدايه الكويل ونهايته ايه؟ واي بي. ومن نهايه الكويل لبدايه الكويل الثاني ايه؟ هتحس تقريبا ان الاثنين متساويين يا اخي. الاثنين مالهم؟ المحصله يا اخي في الويف دي بتساوي ايه؟ المحصله من بدايه كويل وبدايه كويل تاني، مش ده المحصله الواي ار؟ يبقى الواي ار عباره عن ايه في الويف؟ واي بي زائد واي. الله ينور. واي بي زائد واي اف. واي اف. طب انا محتاج، خليك ذكي، محتاج اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عايز اشوف وضع الكومنتيتور سيجمنت بتاعي. الكومنتيتور سيجمنت كنت في اللاب اطلع من الكومنتيتور سيجمنت رقم واحد واجي واروح اوصل فين؟ بداية الكويل، نهاية الكويل الأول مع بداية، مع نهاية الكويل الأول مع بداية الكويل الثاني، كنت وصلت الكمبيوتر سيجمنت اللي هي كانت هنا. صح؟ مش دي الكمبيوتر سيجمنت كده؟ وصلت بداية الكويل الأول، أنا آسف، نهاية الكويل الأول مع بداية الكويل الثاني، مش بوصلها كنت ببقى ومن خلال الكمبيوتر سيجمنت في المنطقة دي.
ان تبقى موجوده هنا. لكن لما تبص على الورق تلاقي ان الكومنتيتور بيتش بتاعتي في الويب بقت كبيره، ما بقتش بواحد، ما بقتش بلس 1 او ماينس 1، بقت بيه الافرج بتاعك ده كله المنطقه دي. فالواي سي يساوي، ده قانون عام، ده معروف، ده خدوه ليه اثبات مش عليه، باخدوه في الابجريد شويه. الواي سي بيساوي ايه؟ هتساوي هو الافرج بتاعي يساوي واي بي بلس واي اف على 2. يا نهار اسود. طب انا دلوقتي الواي سي دي مهمه قوي ليه؟ عشان انا عارف انا دي عايز واي بي الاول. شوف كده، دي مجهوله القصه دي، غايه في الايه اهميه. عندي واي بي مش عارفها، والواي اف وانا بلف وين مش عارفها، والواي سي ديبند على الواي بي والواي اف اللي انا مش عارفه، يبقى دي كمان انا مش عارفها. الثلاثة منهم مش عارفها. ادي تعمل الآية. ارجع للي احنا متفقين عليه. المفروض الواي بي والواي اف يساوي ايه؟ اوت ولا ايه بنت؟ اوت نمبر. صح كده؟ قال لي خلاص انا ممكن اقول لك بيساوي الآية. ممكن اشيل ده كله واقول هي عبارة عن زد على بي اللي هي الأبل بتاعي بلس أو ماينس 2. ده قانون برضه المفروض يتحفز كده، مش عليك إثبات. الواي سي اللي هي المسافة دي كلها زد على بي بلس أو ماينس 2. فور إكزامبل، امشي معايا وهتفهم اللي عايز أقول لك إيه. لو الزد دي ب 30 والبي دي ب 4، مرة ضفت 2 ومرة زد دي بيساوي 30 ناقص 2 على 4. 30 و 2 2 30 على 4 ودي 28 على 4 بقت بكام دي؟ 8 8 ودي بقت بكام؟ 7 دي بقت 8 دي بقت 7 ب7 الاثنين صح. يعني تطلع من السطور رقم 1 ولو عايز تمشي 8 انا عايز كمبيوتر سيجمنت، هتطلع كمبيوتر سيجمنت 1 وعايز تمشي 8 كمبيوتر سيجمنت تربط كمبيوتر سيجمنت رقم 9 9 انت راجع وعايز تمشي 7 ب7. السؤال الاهم والمعلومه الاهم، الواي بي في الويب، الواي بي ممكن تقريبا كلهم بيساووا بعض الواي اف، وتقريبا كلها بتساوي زد على بي، بس بشرط الزد على بي ده لو ايه بالنمبر اخد السبع، مش الواي بي والواي اف ده اهو. لو جبت 8 دي ليها احتمالين، 8 وليها كام؟ و7. ينفع اخد الواي بي والواي اف 8؟ لا، ياخدها بكام؟ ب7. لكن دي صح. اقول لحضرتك على حاجه، لو انا عندي 30، بص كده في سته، لو انا عندي 30 خلينا معانا نخرج له، لا انا هقول لحضرتك دي واحده بس. سلوبس، لو انا عندي 16 سلوبس، ده اللي انا عايز اقوله هندسه، انا اسف، عندي 16 سلوبس، يبقى الزد بكام؟ طول ايه؟ طول سي؟ ان سي؟ صح؟ 2 16 و1 سمبلكس ب 32. لو خليت دي 32 تمام كده؟ يبقى دي كام؟ طيب ودي 32 يبقى دي كام؟ 30. الزد دي اللي هي زد على بي يعني، او ده مش الزد طبعا، ده اللي هو الواي سي، ده لازم يكون انتجر، مش هيمشي ولا سلوب ونص ولا كونتر سيجمنت ونص، انت جاب نمبر. ده 32 34 على 4 فيها 8 ونص صح؟ و30 على 4 فيها كام؟ 7 ونص. ايه المشكله دلوقتي؟ نص ده بقى اخد الاثنين اجمعهم واصفرهم الاثنين نزود الكويس تاني. ممكن تنسى انا وانت طيب؟ هاخدك بلفه ثانيه. الويب يا جماعه عندك كام مشكله في الويب؟ انا اسف، خد نفس. الويب دي كام مشكله؟ 3. الواي بي والواي اف انا مش عارفهم، بس عندي ده من اول وجديد، ده مش مهندس من اول وجديد. الواي بي والواي اف مش عارفهم، بس عندي كذا حته عليهم عارفها، ان الواي بي فردي والواي اف فردي. قال لي الاسهل، ده اللي انا عايز اقوله من جديد، لان انا عكيت طبقا للمستوى محدش فاهم. قال لي الاسهل في الويب امشي بالخطوات دي اكتبها. الاسهل دور على الواي سي. الواي سي بيقول لي ايه؟ بتساوي زد بلس اور ماينس 2 على بي. طب ايه البلس وايه الماينس؟
تعال نفهم. فانا في الويف لغايه دلوقتي ده ثانيه مش عارف ده الواي سي ساوز بلس او ماينس 2 على جي. قلت لك تعال ناخد مساله فيها 16 سلوتس عشان تفهم عشان تفهم. فالواي سي لما كانت ب 16 الزد طلعت ب 32. فالزد دي اهي زد بلس او ماينس 2 على جي. 32 زائد 2 على 4 طلعت 34 على 8.5. 32 ناقص 2 على 4 طلعت 7.5. اولا الواي سي ده لازم يبقى انتجر. فانت ليك الحريه في الاختيار. يا اما تاخدها 8 يا اما تاخدها 7 يا اما تاخدها 8 دي بدل 8.5 ويا اما تاخدها ايه؟ قال لك ليك الحريه. وانا في الاناليسيز دي كلها اسمها الواي ايه؟ الواي سي ده الواي ار ودي من هنا هنا الواي سي المنطقه دي. وانا في الاناليسيز بعد ما عرفت ان انا ممكن اخد الواي سي دي يا اما 8 وتفتح سيجمنت يا 7 محتاج اعرف نهايه الكويل الاولاني ومحتاج اعرف بدايه الكويل الثاني، يعني محتاج اعرف واي بي كام والواي اف كام. راح قال لك بعد ما خدت القرار ده، القرار ده عارف ده معناه ايه؟ 8 او 7 اتجاه الدوران يا اما مع الساعه يا اما عكس الساعه، بعد ما لفوا دي ولفوا دي، لان المكنه هتدور كده والمكنه الثانيه هتدور كده. كلام جميل، عرفت ايه معنى ده؟ التانية مشكلة عندي عايز اوصل بالصوت كام؟ وهنا كام عشان اربط في كمبيوتر سيجنال. قال لك الواي بي والواي اف دي كلها فردي كلها فردي. قال لي انت طبعا لو ده 8 وده 7 وقال لي تقريبا ان الواي سي والواي اي متساويين اللي هي تقريبا بتساوي الواي بي والواي اف. فاذا ال 8 وال 7 انا اخد ايه راي حضرتك؟ اخد دي 8 للواي بي والواي اف ولا دي افضل؟ 7 عشان لما اطلع من واحد لازم 8 تمام؟ ولو ال 8 دي مثلا من دي 1 و8 8 و7 انا بجمع كده 1 و7 كام؟ 8 8 وراح للثانية يا ست رقم 15 و15 راح لست رقم 22 وهكذا. اللي انا عايزك تعرفه اللي انا عايزك تعرفه لما تيجي تقرا الورق اللي انا بقوله لك ده الورق اللي انا كاتبه لك هتيجي تسالني تاني في المنطقة دي هاجي ارتب لك افكارك بالمنطقة دي. حبيبي دور على الواي سي اللي هي زد بلس وماينس 2 على جي ولازم الواي سي دي تبقى انتجر. فانتجر معناها ليه احتمالين يا اوب يا ايفن. ليكوا الحريه. ايه الواي سي؟ الكومنتيتور سيجمنت والكومنتيتور سيجمنت دي انا هعرف اربطها في الامتحان. قال لي تاخد دي الاثنين تقريبا بيساووا بعض بيساووا البول بيتش اللي هي زد على بي او زد بلس وماينس 2 على بي الاثنين دول تقريبا بيساووا الواي سي. بس انت تاخدهم اوب. معنى كده لو انا خدتها ب 7 يبقى هطلع من سلوت 1 لسلوت 8 ومن سلوت 8 لسلوت 15 من سلوت 15 لسلوت 22. طبعا انا عشان عندي طول ايه؟ بعدل السلوت 60. ايه اللي هزوده في المنطقه دي؟ ايه اللي هزوده في المنطقه دي؟ باشمهندس انا اسف ايه اللي هزوده في المنطقه دي؟ لو انا خدت الواي سي ب 7 اللي هي الواي بي والواي اف اللي هي الواي بي والواي اف اف السبعه دي معناها ايه يا باشمهندس؟ السبعه دي معناها كالاتي بدل ما 30 على 4 بقت 28 على 4 دي بقت 7 هو ده اللي انا عايز اقوله اللي انت بتتنحل يا اخويا ده اللي انا عايز اقوله عشان تفهم حاجه في حياتك اسمها دامي كوينز عشان تفهم في حياتك حاجه اسمها دامي كوينز ملفات وهميه بتتحط في الويل شوف انا جايبك من فين من تحت السن عشان تفهم الكلمه دي فانا جايبك من هنا فقلت يعني انا عشان اوصل لك داني كويس لازم امشي معاك المشي ده فدلوقتي السبعه ونص دي اللي انت خليتها سبعه معناها ان الواي سي كانها 28 على ال 4 28 فكها يا اخي مش دي ال 28 مش دي الزد صح؟ صح كده ولا غلطان؟ يبقى ال 28 دي بقت 28 زد بلس بي زد بلس وماينس 2 زد على بي فدي كلها زد 28 دي معناها كام؟ كام؟ 2 في واحد في دي المفروض يبقى كام؟ 14 دي في كام؟ دي 28 14 ايه ال 14 ده؟ عارف الكويس ايه ال 14 ده؟ المفروض 30 لحظه ده المفروض ايه؟ 30 المفروض 30 اللي هي ايه بين ال 30 دي؟ اللي هي 32 ناقص 60 على 30 ما هي بقت 7 ونص انت لما جيت مشيت هتمشي 7 ونص هتمشي 7 قصدي المفروض 30 ناقص 2 تبقى 28 يبقى الكويل يبقى الكوندكتور 30 مش 28 لا يا حبيبي انت قصدك بلس وماينس 2 يعني؟ اه 30 يعني؟ اه يعني مثلا انت عايز تخليها كام مثلا يعني؟ 30 ناقص 2 30 ناقص 2 اللي هي كام؟ 28 انا بقول لك ان الكل ده لما جيت عملت العمليه بتاعت 16 سلوتس
تاخدش الناس يا هندسه. طب كويس انك سالت عشان تبقى ماشي معايا. ال 16 سلوتس لما جيت حسبناها طلعت ان الواي سي ب 7.5. انت حضرتك قلت لا انا مش هيمشي، مش هينفع امشي ب 7.5، همشي بكام؟ ب 7. الواي مين؟ الواي سي اللي هي الواي بي والواي اف. فقلت رجع القانون تاني. الواي سي هي عباره عن ايه؟ زد بلس وماينس 2 على كام؟ على دي. فالزد دي في الاخر كلها دي طلعت بكام؟ طلعت ب 7. دي الواي سي. طب ما انت عارف ان الواي بي بص كده بتساوي زد على بي ماينس كام؟ 1. فالزد على بي بكام؟ ب 7. يبقى الزد على بي بكام؟ ب 8. ودي ده الناحيه الثانيه 8 ب 4 ب 32. اللي انا عايز اقوله لك سيبك من الحسابات، سيبك من الحسابات دي، الحساب دي لخبطتك ولخبطت الناس. انا اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك لما انت مشيت ب 7، انا باخدها لك بالاناليسيس اهي، لما انت مشيت ب 7 وصلت في الاخر ان السبعه دي معناها زد على بلس وماينس 2 اللي هي بقت 28 على 4، دي كانها 28 على 4 مش دي 7؟ اللي هي الواي مين؟ اللي هي الواي مين دي؟ واي سي مثلا الواي بي. فال 28 على 4 تقريبا تقريبا بتساوي زد على بي يعني. ده في الاناليسيس. فال 28 على 4 فالزد طلعت بكام هنا؟ 28. ده انا عايز اقول سيبك من الحسابات دي، اللي انا عايز افتح منك فيها في الامتحان هي المنطقه دي. ال 28 دي ازاي؟ لما شلت ال 32 حطيت 28، الحسابات طلعت السيب كام كويس؟ 14 كويس، السيب طلعت بكام؟ 14. في واحد مختلف؟ انا مختلف ان عندي سلندريكال زي كده، عندي سلندريكال زي كده. عدد الكويس ب 14 وعدد السلوتس، انسى الحسابات دي، المسألة جديدة من الأول وخير. عدد السلوتس ب 16. تاني، انسى يا حبيبي، خليك معايا، عدد السلوتس كام سلوتس؟ 16. وكم كويس؟ 14. في كم سلوتس فاضيين؟ 2. فقال لي ما ينفعش ان المكنه تبقى فيها سلوتس فاضيه. الميكانيكال بتاعي مش هيبقى في ايه؟ في حاله البالانس. في حاله مين؟ البالانس. هحط ملفات وهميه، اهو ده اللي انا عايز اوصل له من اول الصبح. هحط ملفات وهميه جوه المكنه اسمها الدامي كويس. هحط ملفات وهميه جوه المكنه اسمها ايه؟ انت تستخدم الامتحان. انت تستخدم في اللاب ولا في الويب؟ في الويب. ليه؟ لان لما انا جيت بصيت للمشكله بتاعت الويف، والويف اصلا الكونكشن بتاعه رخم. بس لو انت عايز تفهم تبقى لازم تبقى جاي رايق وفايق كده، هتفهم المشكله هنحلها 1 2 3. فالدامي كويس اللي هي الملفات الوهميه دي بيتم وضعها في السلوتس في اثناء توصيل الويف كونكشن. طب ليه هندسه؟ لان السلوتس لو عندي 16 سلوتس بالحسابات مش هجيب 16 كوين، هجيب كام كوين؟ 14 كوين، واوصل الاثنين واوصلهم لتوصيل الكهرباء بتاع الارمتش. بس في اثنين كوين لابد ان انا اعشاهم جوه المكنه عشان يحصل نوع من انواع الاتزان الميكانيكي اللي هو الميكانيكال بالانس. ده سؤال جاي غايه الاهميه فين؟ في الامتحان. الدامي كويلز دي بتتحط فين؟ في اللاب ولا الويب؟ لا اللاب ما فيهوش مشكله، بتتحط في الويب لان في سلوتس فاضيه وانا بلف لفه الويب. بحطها. طيب هل ليها توصيل كهرباء يا دكتوره؟ هل ليها توصيل كهربي سيادتك؟ الكلام ده ملوش توصيل كهربي، جاست ان هو بيعمل عمليه اتزان، بربطهم ببعض بس كده. تمام؟ وايه الغرض؟ ان هو يعمل ميكانيكال ايه؟ بالانس في الروتر، يعمل ميكانيكال بالانس فين؟ في الروتر. داخل ايه؟ في حاجه اسمها ايكولايزر رينج. لا بقول لك ايه؟ انا لو اقول انت وشلت، ده انا النهارده ما ابتديتش محاضره، انا المحاضره الجايه هشرح الكلام غير ده. انا خلاص انا فهمت انتوا مستواكم عايزين ايه؟ انا يعني المره الجايه هكدس لك بقى المحاضره الجايه كل انواع التايبس اوف دي سي جنريتور. انا دخلت كام سيكشن هنا امبارح؟ دخلت عند ناس فيكم سيكشن امبارح تقريبا شرحنا دي تايبس اوف دي سي جنريتور صح؟ شرحنا الكلام ده؟ فهو على حسب انت الريسبونس بتاعك. فالمهم ان شاء الله مستوره يعني. اللي انا عايز اقوله ايه الايكولايزر هنا؟ دي جايه في الامتحان برضه. وهشوف فتره فاضيه هاخدكم فيها برضه. بارامتر انون مجهولين. فتمسك الواي سي بس وتاخد اكزامبل معين وتمشي وتطبق القانون، هتلاقي فيه اول حاجه في رقم كسر مش انتجر. فالراجل قال لنا ليه الحريه ياخد 8 7 وفهمنا ليه ممكن عكس الروتر هيلف كده او الروتر هيلف كده، دي مش مشكله. لما جينا عملنا المشكله لقينا لما جينا لفينا ده الكلام العملي، لما جينا لفينا اكوردنج للسبعه دي الواي اف لقينا ان من ال 16 سلوتس في 2 سلوتس فاضيين. ده اللي انا عايز اقوله الكلام العملي، من ال 16 سلوتس في كام سلوتس؟ 2.
فقال لا ده انا هجيب ملفات وهميه او خامله اسمها دامي كويل احطهم اربطهم ببعض عشان يعمل ميكانيكال بالانس للروتر. انا مش عايز غير دي، انا مش عايز غير الكلمتين دول في الامتحان. تطلع من سنه ثانيه عارف وانت بتوصل يا هندسه يا دكتوره الويب، عارف انت بتوصل ويب ده معناه ايه يا ريس؟ انك همشي من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا وهوصل عادي بي. فالواي سي ليها كام احتمال؟ اثنين. لو طلع رقم فيه كسر نفر، لو طلع رقم انتجر كويس قوي. فلو طلع مثلا 8 اكوردنج ان هو بلس 2 وطلع ماينس 2 يعني، او طلع 7 اكوردنج اللي هو ماينس 2 يعني 8 او 7، قول لي الاثنين اكسبتد بالنسبه لي. بس هقول لك في نفس السؤال، لو انت عندك ال 8 وال 7 او ال 9 وال 10، لو 9 وال 10 الواي بي والواي اف بكام؟ 9. ادي الامتحان بتاعك. هقول لك الواي ار، الواي ار هقول لك هيساوي واي بي زائد واي اف ولا واي بي ناقص واي اف؟ هو ده الفكر بتاعي انا. بس هاجي اقول لك بقى في الامتحان التكنيكال، اقول لك قدامي كويس دي تستخدم فين؟ يعني ممكن سؤال نصي كبير في امتحان اخر السنه اقول لك ان قدامي كويس دي تستخدم فين وهواي. انت هتيجي تستخدم فين بقى تقول لي فين؟ وليه؟ عشان اعمل دوك ميكانيكال بالانس بس في الروتر. الاجابه دي خدت منك قد ايه؟ كام ثانيه؟ 4 ثواني. شوف الشرح الكتير 4 ثواني. يعني مش تيجي السؤال كامل ان هو انا اوصل لا 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 يا اخي ده توصيله حاجه، عايز تيجي توصل بقى دي حاجه ليك انت. نيجي نوصل مع بعض ونجيب ورقه وقلم ونجيب رسمه فيه مرجع اسمه سراج ونجيبه دي حاجه ثانيه. السؤال الاخير، السؤال الاخير، السؤال الاخير كده. المحاضره كده، المحاضره كده قبل كده كان فيها مشكله، ناخد مردود المحاضره ثاني. لان انا بالنسبه لي انا عايز اهم حاجه مردود المحاضره، لان عايز امشي على دماغك، انا عايز امشي على دماغك. إيه؟ يا رجاله المردود المحاضره بالنسبه للناس اللي هناك ايه الدنيا؟ الناس دي، الناس دي، الناس دي النهارده، النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ الاثنين، الثلاث بكره اجازه صح؟ والاربع شغل. وانت بصيت تاخد الكلام بطريقه الدكتور المبسط وبعد كده تقرا الكلام تفهمه. لو انت بصيت بص يا دكتور، لا لا انا بتكلم على اللاب صح كده؟ في كام مره باصص هنا؟ أربعة. المفروض الكهون اللي هنا سواجك ولا مساجك؟ يعني كل ده كل ده كل ده. إمتى يحصل؟ إمتى يحصل السؤال الأولاني؟ ناخدها منطقة منطقة. دكتور إمتى يحصل إن في اللاب إن الكود ده غير الكود ده؟ الكود اللي هنا كي 5 أوميجا، كي 5 أوميجا، كي 5 أوميجا، كي 5 أوميجا. أنا بشرح لنفسي ها؟ بشرح لنفسي. انا بعاوز اوصلك لحاجه مهمه بتجيب تيجي في امتحاناتنا بره. ايكولايزر رينج الراجل هيسالك فيها بره، ايكولايزر رينج دي بتعمل ايه؟ تستخدم في اللاب، التانيه كانت تستخدم في الويب، دي تستخدم في اللاب. ليه؟ ده اللي انا عايز اشرحه. بقول لك خدني واحده واحده. دول الاربعه برر بص لاب. لو جهود دي مش متساويه يحصل ايه؟ يحصل ان الجهد ده اكبر من الجهد ده او العكس، فيحصل في فرق في الجهد، فيحصل في حاجه اسمها سيركيوليتنج كارنت. هيبقى في تيار من جوه من الستيتر للروتر، تيار من الستيتر للروتر. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه يا ريس؟ ده بيحمل على البراشز. ولا بص ده لاب، ده لاب. الجهود دي لابد انها تكون منتظمه اكوردنج ان الراجل اللي بيعمل الشكل الاسطواني ممكن ما يبقاش دقيق، فتلاقي في منطقه في الاير جاب غير المنطقه تحت الاير جاب الثانيه. حته الراجل اللي بيلف تلاقيه راجل ما عندوش خبره، فتلاقي لفة الملف الأولاني غير لفة الملف الثاني، دي نقطة. العزل بين الملف الأولاني والملف الثاني دي نقطة. ففي عوامل كتيرة تخلي لي الجهد اللي هنا في المسار الأول غير الجهد في المسار الثاني غير الجهد في المسار الثالث. والجهود دي جاية نتيجة اللي أنا بقوله. طب نتيجة الجهود دي أو فرق الجهود ده بيحصل إيه؟ لو أنت عندك اثنين في سنة أولى سكت، لو اثنين دول برانشز في فرق بينهم وبين بعض، مش هيحصل تيار ولا مش هيحصل تيار؟ الطيار ده يقول داخل الايه؟ سيركيوليتنج دي داخل الدايره من جوه اللي احنا بنسميها عليها سيركيوليتنج ايه؟ كرنت. السيركيوليتنج كرنت ده بيضيف عرق تاني على البراشز اللي موجوده هنا. مش البراشز دي مصممه، بص اسمع اسمع، في الحاله العاديه، في الحاله العاديه، في الحاله العاديه البراشز دي متحمله، متحمله تشيل 4 IC. مش دي متحمله تشيل 4 IC؟ لما حصل فرق في الجهد ده راح زودنا على الاربعه يزيد قيمه كبيره. فمين اللي يشيل الزياده؟ عمك الفورتش الكربونيه دي بقى يحصل لها عمليه سبارك شرار.
الصناعة اعمل ايه سبارك دي انت لودت عليها لودت عليها حملت عليها فقال لي خلاص بص يا هندسه قال لي خلاص قال لي انا طالما الكلام ده ممكن يحصل فيه الشراره دي وتحصل فيه مشكله اثناء التشغيل قال لي هجيب ايكولايزر رينج على الشط حلقات دي حلقات تعادليه على الشط وهو بيدور رينج جايه كده رينج دول لو تلاحظ 4 بول 16 سلوتس 4 بول ايه 16 سلوتس قال لي البول ان والبول اس نفس التيرمينال ايه جهد الان والان بياخدوا نفس الجهود هتاخد الطرفين دول يعني لو في فرق بين ده وده هتاخد الطرفين دول وتوصلهم على حلقه والطرفين التانيين وتوصلهم على حلقه اسمها ايكولايزر رينج ليه عشان لو في فرق في الجهود بدل ما يروح يحمل على البراشز يروح يحمل على مين على الكولايزر رينج دي يبقى انا حليت مشكلتي اللي هو الكولايزر او انا استخدمت الكولايزر رينج ده فين في اللاب وايلنج عشان خاطر لو في فرق في الجهود بين البارير باسز وبعضها يروح بدل ما احمل على البراشز يروح عند مين عند الكولايزر رينج يستخدم فين الامتحان عارف هيجي السؤال كالاتي انا بضحك عليكم من الصبح ايه هو الديفرنس او ايه هو الفرق بين الكولايزر رينج والدامي كويل ده بيستخدم فين ده بيستخدم فين اللي في الويف ده عشان ايه واللي في اللاب ده عشان القصه ان القصه هيكتبها لك انا بالنسبه لي انا كده مهم وانت مهم اكتر باشمهندسه